تمام. السلام عليكم، معاكم عمر أنسي من بند إيجي لاينز فاميلي، بند راب من طنطا، وهنعرفكم على بقية البند دلوقتي إن شاء الله. معاكم أحمد حجازي من بند إيجي لاينز فاميلي من طنطا، وهنعرفكم على زميلي التاني. معاكم محمد عادل من إيجي لاينز فاميلي من طنطا، وإن شاء الله أعرفكم على آخر واحد معنا إن شاء الله في البند. السلام عليكم، معاكم عبد الرحمن حماد من بند ايجي لاينز فاميلي من طنطا. وللاسف بس احنا النهارده في عضو معانا مش موجود لظروف خاصه عنده، محمود الشبري. احنا بند ايجي لاينز فاميلي، بند راب مصري، بقالنا 5 سنين تقريبا بنغني. الفكره ان احنا جايين النهارده عشان ناكد على مطالب الثوره اللي لسه يعني ما اتحققتش، وجزء كبير جدا منها ما اتحققش، اللي هي مدنيه الدوله، اللي هي حكم العسكر ان هو يسقط. كل الكلام دوت احنا جايين ناكد عليه النهارده في الاحتفاليه بتاعه حب مصر. وما بنزيدش على حد، ما بنخونش حد، احنا كلنا في الاخر هدفنا ان احنا نبني مصر. بس احنا كل واحد جاي بيعبر عن وجهة النظر اللي عنده، زي ما الناس التانية عبرت عن وجهة النظر بتاعتها، مع احترامنا لكل الناس جميعا. نعرف بس بشكل بسيط احنا بنعمل ايه. احنا بنغني فن اسمه فن الراب. دوت فن اصلا معمول لتحدي العنصرية في امريكا، اللي ابتدى بيه الافارقة في امريكا. لكن اساس الراب شعر من سوق عكاظ في مصر، ثلاثي اضواء المسرح. فدي ثقافة عربية خالصة، عشان ما حدش يقول ان احنا بنقلد الغرب في حاجة، لا، هم اللي بيقلدونا، وللأسف احنا اللي صدقنا الموضوع دوت. يعني ضيف احمد وجورج ايوه، في ثلاثي اضواء المسرح كان بيغني راب. الفكرة كلها بس في التيمبو بتاع الاغاني والقافية بتاعت الاغاني دوت، يعتبر بدايات الراب اللي موجود في العالم العربي. ومن قبليهم الشعر العربي العظام بتوع سوق عكاظ والمناقشات اللي كانت بتحصل ما بينهم، دوت بداية للحاجة اللي حصلت. فعشان كده بنأكد ان دوت فن عربي، ما هوش فن غربي. زي ما قلت لكم النهاردة بنأكد على حب مصر بطريقتنا الخاصة. تقدروا تتابعونا وتتابعوا الاغاني بتاعتنا على الفان بيج بتاعتنا ايجي لاينز فاميلي على الفيسبوك، وان شاء الله يعجبكم الكلام اللي احنا عملناه، وتابعونا باذن الله. شكرا جزيلا.